السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب فيكم في سلسلة دروس تعليم تاتنج للمبتدئين. اليوم إن شاء الله حنتعلم تكنيك كيف إنه أنت تضيفي خيط إذا غلق عليك الخيط في وسط الشغل. الآن المعتاد إنه أنت تضيفي الخيط بعد نهاية سلسلة عشان تبدأ حلقة جديدة، أو بعد نهاية حلقة عشان تبدأ سلسلة جديدة. ما تضيف الخيط في وسط سلسلة أو وسط حلقة، مع أنه هذا حصل وجربتها، بس الطرق اللي موجودة عشان تضيف الخيط هذا حسيتها أنها ضعيفة وركيكة، يعني ممكن في أي لحظة الخيط بينفلت وبيفرط لك الشغل. فعادة أغلب التاترز يوصوا أنه أنت تضيف الخيط نهاية حلقة سلسلة أو نهاية حلقة. عندي أنا ماشية في وضع الآن، سويت حلقتي وسويت سلسلتي وجيت أبغى أسوي الحلقة الثانية، لقيت إنه أنا الخيط ما بيكفيني، خلاص لقيت إنه الخيط ما بيكفيني. الآن كيف تعملي؟ إيش الحل؟ حاولي إنه الخيط يكون كفاية على الأقل إنك أنت تلفي حوالين يدك وتعملي بها غرزة واحدة، اوكي؟ بس لا تعملي الان الغرزه. ايش حتسوي؟ حتجيبي شتل اخر تعبيه او مكوك اخر تعبيه، خلاص وتجهزيه، حتحطيه بدي الطريقه. طيب الان حتجيبي الخيطين مع بعض وتمسكيهم عشان تشتغلي، غرزه مزدوجه. سيب الخيط الثاني هذا، ما هي مشكلة عندك، اللي هو طرف أو ديل الخيط القديم، خلاص المهم أنت لفيتي الخيطين مع بعض على يدك عشان تشتغلي غرزة مزدوجة. هتعملي النص الأول من الغرزة المزدوجة وتسحبيها للأخير وتشديها، خلاص للأخير وتشدي مظبوط. طيب الآن هتمسك النص الأول، تسيب الخيط القديم، خلاص بس انا خايفة انه ما برفع يدي عشان ما ابغى ينفرط علي الشغل. هذا هو شكله الان. هتجيب الخيط القديم من وسط الحلقة حقتك بدي الطريقة، هذا الديل الان، خلاص هتبدأي تشتغلي فوقه كطريقة، أنا هقصه عشان للتسهيل عشان أسهل على نفسي. هذا الديل الآن هتشتغلي فيه، هتشتغلي فوقه عفوا، كأنك بتخفيه في زي الطريقة نفسها اللي استخدمناها في فيديو إخفاء الخيط أول ما بتبدأي تشتغلي. خلاص حامل النص الثاني من أول غرزة مزدوجة، هذه النص الثاني، طبعا كل ما شديت الشغل كل ما كان واضح. هنا حيبان ليه؟ لاني انا شغالة بلون اخر، لو كنت شغالة بنفس اللون ما حيبان نهائيا، وانا جربتها. هذه اول غرزة، اتأكدي بس انه شغلك يفتح ويقفل الحلقة، وحتكمل الان الحلقة الثانية حقتك، وانا افضل انه انت تخفي الديل تحت على الاقل 6 أو 7 غرز. هذه 2، ثلاثة، أربعة. أنا عشان لا أضيع الوقت حقص الخيط، بس أسوي النص أول من 5، بس أنتي حاولي تخبيها تحت كذا. حتكملي حلقاتك عادي. هنا في تشبيك، اوكي
تشبيك لأعلى، ثلاثة، أربعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة، أربعة، خمسة، طيب كده غلقت. الآن إيش يبقى؟ يبقى ديل الخيط الجديد لسه ما اتخبى، حيتخبى فين في السلسلة؟ هتقلب العمل أو تعكس العمل، عفوا هتعكس العمل وتتجهزي عشان تعملي سلسلة. اوكي، هتعمل النص الاول وتبدأ تخفي الخيط زي ما علمتك بالضبط في طريقة اخفاء الخيط في البداية. تعمل تخفي الخيط في وسط العمل. هذه واحد، انا عملت السلسلة 12 غرزة. خلصت انا كده السلسلة وعكست العمل مرة تانية عشان اوريكي كيف صار شكلها. اوكي، طيب الان شبكت الخيط الجديد هنا، ولو تلاحظي التشبيك نظيف جدا، مو باين ولا شيء. خلاص الخيط القديم مخفي تحت الحلقة، والخيط الجديد مخفي تحت السلسلة. هنا خيط وهنا خيط، طبعا في امكانك تخفي الاثنين تحت الحلقة، بس انا افضل انك انت توزعي اطراف او نهايات الخيوط ما بين العناصر عشان تخففي من يسموها البلك، اللي هي انه الشغل يصير متين كده في منطقة واحدة بس، والباقي يكون جدا نحيف ومرة يبين عندك. لما تخفي خيطين تحت عنصر واحد يبان انه في شيء تحته، فانت دائما حاولي انك انت تفصلي ما بين الخيوط وتخفي شيء تحت الحلقة وشيء تحت السلسلة. وهذا من ورا، بس حبيت اوريكي فين مكان التشبيك. اهو تخيلي نقطة صغيرة، يعني لو كنت عاملة حلقة بنفس لون الحلقة الأساسية ما كان حيبين نهائيا انه انا شبكت هنا، ولا كان حيبين نهائيا انه هنا انقطع علي الخيط وخلص علي الخيط. لا طول، خلينا نجيب الحالة الثانية. الحالة الثانية انه انت اشتغلتي حلقة خلاص، وبعدين اشتغلتي سلسلة، وفجأة كده تلاقي انه السلسلة حقتك خلصت، مظبوط؟ الآن تقدري تشتغلي حلقة تانية، لكن قبل ما تشتغلي الحلقة التانية حضري خيط السلسلة الجديد، إما اللي يجيكي من شتل وإما من بكرة زي ما تحبي. خلاص
الآن إيش حتعملي؟ حتعملي عقدة عادية زي عقدة بداية الكروشيه العادية، عقدة إنه أنت تتحكمي في تصغيرها وتكبيرها. خلاص طيب، هتدخلي العقدة فين؟ في الخيط القديم، عفوا القديم، تسحبيها لين الأخير. خلاص بدي الطريقة، خلاص تضيقيها. طيب الآن صار عندك الشغل بدي الطريقة، هتاخدي الديل الآن ده، لأنه حيصير عندك اتنين، القديم والجديد. أوكي، تاخدي الجديد وتخفيه تحت الحلقة اللي انت دحين حتسويها، عشان كده انت قبل ما تسوي الحلقة تضيف الخيط الجديد. خلاص تاخدي الخيط جيبيه كده من ورا، وابدأ اشتغلي. هذا النص الأول، وحتجيب الخيط القديم، عفوا الجديد، ديل الخيط الجديد وتحطيه، تشدي قد ما تقدري. شايفة؟ هقص هذا شوية عشان أنا لا يطفشني. أوكي، وتسوي النص الثاني. كملي حلقتك عادي جدا. انا هكملها وارجع لكم. اوكي طيب، الان انا خلصت الحلقة زي ما انتم شايفين، واخفيت الديل الجديد تحتها. يفضل معايا ايش؟ الديل القديم. مفروض ان انا اعكس العمل عشان ابدأ اشتغل السلسلة. هتشتغلي برضو عادي، هذا الخيط القديم شايفينه، وهذا الخيط الجديد، هتمسك الخيط الجديد وتبدأ تشتغلي السلسلة حقتك مع إخفاء الخيط القديم. أنا هقصه شوية عشان لا يتعب، مع إخفاء الخيط القديم في نفس الوقت. مظبوط، هذا النص الأول، هذا النص الأول، وهذا النص الثاني لأول غرزة مزدوجة. خلاص ونفس الحكاية، أنصحك إنه أنتي تخبي الخيط القديم تحت 6 إلى 7 غرز عشان لا يتعبك. خلاص مو لا يتعبك، عشان لا يخرج، لا ينفك. بس انا هنا عشان الفيديو واسرع الفيديو اخبيه. خلاص هذه اخر غرزة واقطعه، بعدها اقصه. قبل ما تقصيه شدي شوية عشان لا يكون متكتل تحت الشغل هنا، وبعدين يعمل لك يبدأ يخرج ويعدم لك الدنيا. اليوم بنتي مشرفتني في الاستوديو،
هذه كم؟ إلى الآن 4. نشتغل على السريع الباقية. 5 بابا. 6. نعم يا ماما. 7. 8. نعم. 9. 10. طيب يا ماما. أوكي. هنا الشغل. الآن هذا من الأمام زي ما انت شايفة. هنا هحاول أقرب لك الشغل عشان يبان. هذه العقدة الصغيرة هنا هي اللي بدأنا فيها وما هي ملموسة ولا هي محسوسة نهائيا. لا تشيلي همها. ولو كان الخيط اللي أضفتيه بنفس لون السلسلة ما حيبان الشغل نهائيا، بالعكس حيبان متصل. هذا وجه العمل. حوريكي من ورا كيف شكله ساير. هذه هي العقدة الصغيرة لأنه إحنا سحبناها على ورا لما جينا خفينا الخيط في البداية، وما هي باينة برضو. نفس الحكاية، ما هي باينة نهائيا. طبعا زي ما قلت لك الخيط الجديد أخفيناه تحت الحلقة الثانية، والخيط القديم أخفيناه تحت السلسلة اللي بعد. يعني أنت أول شيء تضيف الخيط. خلاص، أتمنى الدرس يكون سهل وبسيط وغير معقد. وإن شاء الله يعني خلي هذا الفيديو مرجع لك كل ما خلص عليك الخيط. شوف أنت في أي حالة خلص عليك الخيط بعد سلسلة عشان تبدأي حلقة، ولا خلص عليك الخيط بعد حلقة تبدأي سلسلة. وعلى فكرة ترى يعني نفس الحكاية، إذا تبي تضيفي بعد سلسلة أو حلقة، وأنت تبي تبدأي حلقة تانية أو سلسلة تانية، ترى هي كلها نفس الحكاية. بس مجرد أنك أنت تضيفي خيط، لا تجعلي الموضوع صعب كده وتصعبيه عليكي وتخوفي نفسك منه. جربي كل الطرق. أتمنى لكم نهار سعيد. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار أنا تحت أمركم في كل وقت. وإذا في شيء صعب عليكم أدوني فرصة، أنا أحاول إن شاء الله أسوي فيديو آخر. وأتمنى لكم نهار سعيد مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.